السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله بتصوير محاضرات الفصل الرابع، واليوم عندنا المحاضرة الأولى. قبل لا أبلش بشرح الفصل الرابع وهو الكيمياء العضوية، أكو بعض الأمور المهمة اللي أحب أنوه عليها. دائماً ما توصلني من قبل الطلاب أسئلة أحب أجاوب عليها. أول شيء أستاذ، هل إنه أنت عندك ملزمة موجودة؟ أي نعم موجودة، ملزمة صادرة من مكتب الطابعي، وهاي الملزمة متوفرة في جميع محافظات العراق، والآن راح يطلع لك شكل الملزمة فتابع. يعاني أكثر طلاب الرابع العلمي من مادة الكيمياء. الأستاذ المبدع حسين حمزة سوالكم ملزمة متوافقة ويا دروس اليوتيوب على قناته. الكيمياء ويا أستاذ حسين حمزة صارت كلش سهلة والدرجة العالية مضمونة، والطابعي اخرجت لكم اياها بشكل مرتب ويسوي واهز ويساعد على فهم المادة اكثر واكثر. الان هاي الملزمة اللي طلعت بالفيديو وشفتها، هاي الملزمة متوفرة حاليا في جميع المحافظات، واي شيء انا اكتب على السبورة تلقاه موجود بهاي الملزمة. هاي الشغلة الاولى. الشغلة الثانية، صارت ضجة كلش قوية ورسائل بالمئات توصلني من قبل الطلبة، يقولوا لي استاذ انت بالفصل الثالث تحل بغير طريقة الكتاب، انت تحل بطريقة النسبة والتناسب، وهاي طريقة النسبة والتناسب انا الاستاذ مالي او المدرسة مالتي ما تقبل على هاي الطريقة، فشون بهاي الحالة واني ما افتهم الا على شرحك. استاذ اريد ان تشرح لي نفس الكتاب. طلاب، اول شيء احب اقول لك انه الشرح اللي اني شرحته بالفصل الثالث اللي هي طريقة النسبة والتناسب وغيرها من الطرق هي نفسها طريقة الكتاب، هي نفسها طريقة الكتاب، لكن طريقة الكتاب اصيغها بغير طريقة. ليش اصيغها بغير طريقة؟ اصيغها بطريقة تكون اقرب للطالب والطالب يفتهمها. فاذا الاستاذ مالك او المدرسة مالتك تقول لك انه هاي غير طريقة وهاي الطريقة ذات تكتبها تاخذ صفر، فمع احترامي للمدرس مالتك والمدرسة مالتك ما عندهم اطلاع كافي على المادة، فهيج شيء مقبول من قبل الوزارة، من قبل وزارة التربية بالاجتماعات بالندوات بالحلول النموذجية مع صف سادس علمي، هذا الحل صحيح ومضبوط وتاخذ عليه درجة كاملة. وانا اليوم الصبح كنت في نقاش مع احد مؤلفين الكتاب اللي هو الاستاذ ماجد حسين خلف الجصاني، ونقاش انه انا علمت الطلاب هاي الطريقة، فنقلا عن كلام مؤلف الكتاب قال هذه الطريقة وهذا الحل صحيح ونموذجي 100% والطالب يحصل عليه درجة كاملة، لانه الحل اللي انا حليته هو نفس طريقة الكتاب، لكن انا اصيغه بغير طريقة، بحيث اصيغه بطريقة تكون مرتبة اكثر بالنسبة لك. فاذا مدرسك او مدرستك يقول لك انه الاستاذ يعني جاي يحل بغير طريقة، فلا، هي مو غير طريقة، هي طريقة الكتاب، لكن انا ارتبها اكثر. يعني شلون مثلا انت لما عندك 22 زائد 11 بصورة افقية، يجي مدرس الرياضيات يسويها لك 22 زائد 11 بصورة عمودية، ويقول لك 2 زائد 1 3، 2 زائد 1 3 يطلع الناتج 33، فاذا هو نفس الكتاب لكن سواه الاستاذ عمودي على مود يكون لك اسهل. فبالكيمياء نفس الحالة، هو نفس الحال مال الكتاب، لكن اني صغطة بطريقة تكون اقرب الك، فتعتمد على هذه الطريقة وعلى هذا الحل وتحصل عليه درجة كاملة ان شاء الله. هذا هو الامر الاول اللي حبيت انوح عليه اليوم. الامر الثاني، انه هواي طلاب يراسلوني يقولون استاذ هل انه الدورة الالكترونية لطلاب الرابع اللي يريدون يدرسون للسادس، هل انه غلقت لو بعدها مفتوحة؟ بعض الطلاب هي صراحة غلقت الدورة وغلقت التسجيل لأنه التسجيل قبط، لكن بناء على رغبة الطلبة وكثرة الرسائل قررنا نفتح دورة جديدة وتسجيل جديد، فحاليا مفتوح التسجيل الجديد للدورة الإلكترونية الجديدة اللي تنطلق بشهر السادس إن شاء الله. الآن ننتقل إلى شرح الفصل الرابع، نتوكل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، تابعوا وياي. نبلش بالكيمياء العضوية. شنو هي الكيمياء العضوية؟ طلاب، احنا بصورة عامة من نقرأ كلمة الكيمياء بالبداية، سواء كيمياء عضوية، كيمياء تناسقية، كيمياء نووية، كيمياء صناعية، مباشرة بس نشوف الكيمياء بالبداية اقول وهي احد فروع علم الكيمياء، وهي احد فروع علم الكيمياء، تمام. هسه هي احد فروع علم الكيمياء، تهتم بدراسة شنو؟ تهتم بدراسة المركبات العضوية. من المركبات العضوية؟ هي مو كيمياء عضوية، يعني تهتم بدراسة المركبات العضوية. من المركبات العضوية؟ التي يدخل الكربون في تركيبها كعنصر أساسي، يعني تهتم بالمركبات العضوية اللي يدخل الكربون في تركيبها كعنصر أساسي، يليه الهيدروجين ومركبات أخرى مثل النيتروجين والأكسجين. أعيد، شنو هي الكيمياء العضوية؟ ركزوا وياي حتى تحفظوا وياي.
وهي أحد فروع علم الكيمياء التي تهتم بدراسة شنو؟ المركبات العضوية. اسمها كيمياء عضوية، تهتم بدراسة المركبات العضوية التي يدخل الكربون كعنصر أساسي في تركيبها، يليه عناصر أخرى مثل الهيدروجين، يليه الهيدروجين وعناصر أخرى مثل الأكسجين والنيتروجين. هذا التعريف مال الكيمياء العضوية. إذن هي كيمياء، أحد فروع علم الكيمياء، تهتم بدراسة مركبات اللي يدخل بها الكربون كعنصر أساسي، يليه الهيدروجين ومركبات أخرى مثل الأكسجين والنيتروجين. هذا التعريف مالك. تعال احفظه وياي. فصل الرابع، الكيمياء العضوية. عندنا مقدمة. بالمقدمة لو أقول لك شنو هو الكيمياء العضوية، أو أقول لك عرف الكيمياء العضوية، تقول لي وهي أحد فروع علم الكيمياء التي تختص بدراسة المركبات العضوية التي يدخل الكربون في تركيبها كعنصر أساسي، أي أنها تدرس مركبات الكربون العضوية وطرق تحضيرها وخواصها. طبعا الكيمياء العضوية، وهذا التعريف هو مو جديد عليك، مر عليك وين؟ مر عليك بصف ثالث متوسط بالفصل السادس. لا تقول لي ما دارسه، انا شارحه لك. كلكم كنتم متابعيني بصف ثالث متوسط، انا شارح لك اياه. نفس التعريف بالضبط، وهي احد فروع علم الكيمياء التي تهتم بدراسة المركبات العضوية التي يدخل الكربون كعنصر اساسي في تركيبها، ثم يليها الهيدروجين ومركبات اخرى مثل الاكسجين والنيتروجين، اي انها تهتم بدراسة مركبات الكربون وطرق تحضيرها وخواصها. هذا التعريف تطبعه بعقلك على الكيمياء العضويه، تطبعه بعقلك. زين، هاي المركبات العضويه لها مميزات، لازم لها مميزات. شنو هي المميزات مالتنا؟ تعال راح افصل لك اياها كلمه كلمه بالحرف الواحد حتى تفهمها وتخليها بعقلك. انت خلي قاعده بعقلك. طلاب الشرح بالكيمياء اذا تحفظه حفظ، لو قد ما يكون حفظه قوي من هالاسبوع تنساه، بس اذا تفهمه فهم ابد ما تنسى. شلون هسه الكيمياء عضويه؟ هي احد فروع علم الكيمياء تهتم بدراسه المركبات العضويه اللي يدخل الكربون كعنصر اساسي في تركيبها. لما فهمت فهم بعد ما تنسى، اما تحفظه درخ تنسى. فانت دائما افهم سواء كيمياء او سواء فيزياء. نجي للمميزات. شنو هي المميزات مال المركبات العضويه؟ عندها خمس نقاط. النقطه الاولى، الكربون عنصر اساس في تركيبها، يليه الهيدروجين وعناصر اخرى مثل الاكسجين والنيتروجين. اعيد، الكربون عنصر اساس في تركيبها، يليه الهيدروجين وعناصر اخرى مثل الاكسجين والنيتروجين. على مود تحفظ هاي النقطه وما تنساها، تذكر هذا اللي راح اكتبه لك. هسه انت لو عندك مركب، عندك مركب عضوي C2H4O2N، باو هذا المركب. اول مره شكوا بيه كربون، انتبه العنصر الاساس بيه منه كربون، يليه الهيدروجين وعناصر اخرى مثل الاكسجين والنيتروجين. اذا المركبات العضويه، اكو مركبات تجيك بس كربون وهيدروجين، اكو تجيك لا كربون وهيدروجين واكسجين، اكو تجيك كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين. اذا المركبات العضويه تحتوي بالدرجه الاساس، تتكون او تحتوي على الكربون، يليه الهيدروجين ومركبات اخرى مثل الاكسجين والنيتروجين. افتهمنا اول نقطه. نجي للنقطه الثانيه، ان العواصر الكيميائيه في المركبات العضويه في الغالب تساهميه. اعيد، ان العواصر الكيميائيه في المركبات العضويه في الغالب تساهميه. شنو يعني عاصره تساهميه بين ذرات الكربون؟ يعني انت هسه هذا عندك مركب عضوي، احنا قلنا منه الاساس هو الكربون، فراح بالمركبات العضويه ويا من نتعامل بالتفصيل وندقق عليه ونلح عليه بقرايتنا ونفتهمه بالتفصيل هو الكربون، لان هو العنصر الاساسي. بالله ذولي ثانويات. فهسه هاي ذرات الكربون هي مو سي 2، كم ذره؟ هذا الرقم يمثل عدد الذرات. هذول كم ذره عندك؟ اثنين. هاي ذره الاولى وهاي الذره الثانيه، كم وحده عندك؟ اثنين. وحده اثنين. الاصره بيناتهم اللي تربطهم هسه، غير هم اثنين مربوطين وحده بالاخ، الاصره اللي تربطهم هاي الاصره. هاي الاصره، هاي الاصره احنا نسميها اصره تساهميه، اي انه اصره مشتركه ما بين هاي الذره وما بين هاي الذرة. اذا النقطة الثانية، ان الاواصر الكيميائية في المركبات العضوية في الغالب تساهمية. النقطة الثالثة، معظم المركبات العضوية قابلة للاحتراق او التجزؤ بالتسخين. معظم المركبات العضوية قابلة للاحتراق او التجزؤ بالتسخين. شنو يعني قابلة للاحتراق؟ يعني اي مركب عضوي، اي مركب هو كربون وهيدروجين يحترق. ابسط شيء اعطيك مثال، البنزين. البنزين الرمز ماله هو C6H6. هسه هذا المركب، هذا شنو هو؟ هذا البنزين، هذا البنزين، هذا البنزين اللي عندك هسه شنو موجود بيه؟ كربون. وشنو موجود بيه؟ هيدروجين. يعني مركب عضوي لو مو مركب عضوي؟
مركب عضوي. إذن المركبات العضوية كلها قابلة للاحتراق، كلها قابلة للاحتراق والتجزؤ بالتسخين. شنو يعني تجزؤ بالتسخين؟ يعني هذا البنزين لو أريده فسخة، هذا البنزين C6S6 لو أريده فسخة أجي بالتسخين، يعني مثلث حرارة متعلمين من الفصل الثالث، المثلث يعني حرارة، بالتسخين راح أفصله راح أسوي 6H زائد 3H2. فشون فصلته جزأته بقى هو C6S6 شون فصلته أو جزأته؟ بالتسخين. إذن جميع المركبات العضوية هي قابلة للاحتراق أو التجزؤ بالتسخين. افتهمنا هسه ثلاث نقاط. النقطة الأولى شنو هو؟ الكربون عنصر أساسي في تركيبها، يليه الهيدروجين ومركبات أخرى مثل الأكسجين والنيتروجين. النقطة الثانية، المركبات العضوية ترتبط فيما بينها بأواصر تساهمية. هاي الأواصر اللي تصير بين ذرتين كربون شنو اسمها؟ أواصر تساهمية. شنو يعني أواصر تساهمية؟ قلت لك يعني هي أواصر مشتركة ما بين هذا وهذا. النقطة الثالثة، جميع المركبات العضوية قابلة للاحتراق مثل البنزين أو التجزؤ بالتسخين. التجزؤ يعني تتفكك. استاذ هذا الشرح جاي تشرحه أنا مطالبة حفظه؟ لا حبيبي، هذا توضيح لك على متفهم المادة. تفاعلات المركبات العضوية بصورة عامة بطيئة وانعكاسية. تفاعلات المركبات العضوية بصورة عامة بطيئة وانعكاسية. بالله بطيئة افتهمنا أنه التفاعلات مالتها بياناتها هي بطيئة. زين شنو يعني انعكاسية؟ انعكاسية طلاب، انعكاسية شنو يعني؟ يعني هسه هذا البنزين، هذا البنزين لما بالحرارة مو سوالك كربون وهيدروجين، هذول الاثنين، ذول الاثنين باوعهم ذولي، الكربون والهيدروجين إذا تفاعلهم مرة ثانية جيبهم تفاعلهم، من تفاعلهم راح يطوك هذا المركب. فتفاعل انعكاسي، شنو معنى تفاعل انعكاسي؟ أي إنه المتفاعلات تصير نواتج، والنواتج من تتفاعل تصير متفاعلات. هذا معناته التفاعلات الانعكاسية. التفاعلات الانعكاسية تدرسها بالتفصيل بالفصل الثاني الاتزان الكيميائي بصف سادس علمي، بالتفصيل التفاعلات الانعكاسية التامة والتفاعلات الانعكاسية الغير تامة، وكلها بالتفصيل تدرسها بالاتزان الكيميائي بالفصل الثاني بسادس علمي. فهسه شنو معنى التفاعل الانعكاسي؟ اي انه المتفاعلات تصير نواتج، النواتج من تتفاعل مرة ثانية تطلع لك المتفاعلات. هذا معنى التفاعل الانعكاسي. إذن معظم التفاعلات العضوية شنو تكون؟ تكون بطيئة وانعكاسية. النقطة الخامسة، معظم المركبات العضوية تذوب فيها المذيبات العضوية كالكحول والبنزين. معظم المركبات العضوية تذوب فيها المذيبات العضوية. العضوي يذوب عضوي، شنو يعني؟ يعني المركب العضوي ما يذوبه غير المركب العضوي لنفسه. تتميز المركبات العضوية بوجود ظاهرة الجناس وهي ذات أهمية كيميائية وفيزيائية. أريدك تجر لي خط جوا كلمة ظاهرة الجناس. ظاهرة الجناس هسه إذا أحكي لك عليها كلش تدوخ وما تفهمها، لأنه شوية موضوع شوية متقدم وبيه نوع من الصعوبة. راح أشرحها بالمحاضرات القادمة، يعني من نتقدم بالمادة نشرح الجناس وشون الطرق الخاصة شون نكتب الجناس والجناس الهندسي اللي هو سيس وترانس، وكل هالأمور ندرسها بالمحاضرات الجاية إن شاء الله. هسه ما أشرح لك الجناس لأن راح أشرحها بالمحاضرات الجاية، لهذا قلت لك خلي عليها خط على مود تتذكره من نشرحها بعدين. هسه قلنا الحجر الأساس بالكيمياء العضوية منه؟ هو الكربون. منه هو الحجر الأساس؟ هو الكربون. إيش بيه الكربون؟ راح نجي ندرسه بالتفصيل الممل، نجي ندرسه بالتفصيل الممل. طبعا الكربون أنت دارسه بصف ثالث متوسط. وين دارسه؟ بصف ثالث متوسط. من درسنا الكيمياء العضوية اللي هو كان الفصل السادس درسنا الكربون. هسه راح نراجع شنو اللي درسناه على الكربون. راح نراجعه هسه شنو لازم ندرس الكربون بالتفصيل، لهذا بعد الحجر الأساسي للكيمياء العضوية. الكربون، نجي للكربون. هسه عندك الكربون، الكربون الرمز الكيميائي ماله هو سي، العدد الذري ماله هو 6. ايش قد العدد الذري ماله؟ 6. هذا الكربون لو تجي تسوي له ترتيب الكتروني، انت بصف ثالث متوسط بالفصل الاول مو تعلمت شلون تكتب الترتيب الالكتروني، هسه سي 6 لو تكتب له ترتيب الكتروني 1s2 2s2 2b2، هسه هذا الترتيب الالكتروني. جماعة الواحد هذا كنت اسميه الغلاف الاول، جماعة الاثنين كلهم جماعة الاثنين كنا نسميهم الغلاف الثاني. هذا شنو؟ الغلاف الثاني. واذا تتذكر، اذا تتذكر الغلاف اللي ينتهي به الترتيب الالكتروني كنا نسميه الغلاف الخارجي. الغلاف اللي ينتهي به الترتيب الالكتروني شنو اسمه؟ الغلاف الخارجي. فالغلاف الثاني منه هو؟ هو الغلاف الخارجي. الغلاف الخارجي، ركزوا وياي شوي.
هسه هذا الكربون، هذا الكربون، هذا الغلاف الثاني يحتوي على كم الكترون؟ يحتوي على 4 الكترونات. ايش قد يحتوي؟ هذول 2 وذول 2. ايش قد يحتوي الغلاف الثاني؟ الغلاف الثاني يحتوي على 4 الكترونات. ايش قد؟ 4 الكترونات. زين، هو الغلاف الثاني يشبع بكم الكترون؟ الغلاف الثاني اذا تتذكر بصف ثالث متوسط انا قايل لك انه الاس يشبع بالكترونين والبي يشبع بست الكترونات، بالتالي الغلاف الثاني يتشبع بشقد؟ ب8 الكترون. هاي القاعدة الرئيسية مالتنا، الاس يشبع بالكترونين والبي يشبع بستة، فالغلاف الثاني كله يشبع ب8 الكترونات. احنا بصورة عامة عندنا العناصر الكيميائية لازم تكون مستقرة، لازم شلون تكون مستقرة؟ اي شنو المستقرة؟ اي انه تكون مشبعة. الغلاف مالتها هذا الغلاف الاخير، يعني هذا الغلاف الاخير لازم يكون مشبع. شلون يكون مشبع؟ لازم يكون، فانه هذا ما يصير يبقى هيك. هسه مو هذا 4، لازم يصير 8 عدد الالكترونات. لازم شلون يصير؟ يصير 8، لازم العنصر ما يبقى هيك، لازم يصير مستقر. شلون يصير مستقر؟ لما يصير مشبع. فبهاي الحالة الذرة الكيميائية والعناصر الكيميائية يا اما تفقد الكترون، يعني مثلا اذا بالغلاف الاخير فرضا كان عندك بالغلاف الاخير فرضا كان عندك بس 2، شو تسوي الذرة؟ الذرة تفقدهم حتى تصفر، حتى ينتهي هذا نهائيا، تفقد كل اللي عندها، الاثنين الموجود بالاخير تفقدهم وتستقر، القبل هيبقى يعني مشبع كليا وتستقر. او مثلا فرضا لو كان عندك S2 وهنا البي 5، هسه هاي الذره بعدين ايش قد تشبع؟ هي تشبع ب8، هسه ايش قد بيها 2 و5؟ 7. اذا ايش بعدها تشبع؟ بعدها 1. فشو تسوي؟ تجذب، تقوم تجذب، يعني هسه قبلها فقدت، هاي تجذب يا ذره قريبه عليها او يا عنصر قريب عليها، بالتفاعل الكيميائي راح يكتسب الكترون. لما يكتسب الكترون يصير ايون، فمن يكتسب الكترون هذا راح يصير 6، وبالتالي العنصر صار مستقر. طبعا هذا الشرح كله اريده اوصلك لفد منطقه. زين، اذا كان هذا الغلاف الاخير يحتوي على نص العدد، اذا كان يحتوي على نص العدد مثل حاله الكربون، اذا يحتوي نص العدد هو لا يقدر يفقدهم ذول كلهم لانه هو ما يقدر يفقدهم كلهم على مود يستقر، ولا يقدر يكتسب 4 لانه ما عنده قابليه يكتسب 4 لان اكتساب 4 هواي، فهو صاير بالنص، بقى 4 صاير بالنص، لا عنده عدد قليل من الالكترونات ويقدر يفقدهم فد الكترون الكترونيه، ولا عنده خلينا نقول 7 أو 6 بحيث يقدر يكتسب الكترون او الكترونين على مود يشبع. فبهاي الحاله شو يسوي الكربون؟ الكربون بهاي الحاله يروح يساهم، يشارك ويا عنصر اخر على مود يشبع. فيجي للعناصر، يجي للعنصر يقول له، اقول لك يابا دخلينا نشارك انا وياك منا بالكترونين ومنا نشارك بالكترونين. هسه هذا ايش صار؟ 2 و2 و2 6، وذول 2 8 يشبع. اذا نوع الاواصر ذرة الكربون هي تساهمية. ليش تساهمية؟ لانه الكربون لا يقدر يفقد ولا يقدر يكتسب، وانما هاي الاربع الكترونات كلها يشارك بيها بأواصر تساهمية. هاي الأربع الكترونات يشارك فيها كلها شنو؟ بأواصر تساهمية. فنقدر نقول إنه تكافؤ الكربون رباعي، أي إنه يشارك بأربعة أواصر. هذا عدد الإلكترونات بالغلاف الأخير هو يمثل التكافؤ. فهذا التكافؤ كم إلكترون عندك؟ مو 4، فنقول التكافؤ مال الكربون هو رباعي. شنو التكافؤ؟ رباعي، اي انه يرتبط بكم اواصره؟ 4 اواصر. فتخلي ببالك هذا الرسم، هذا الرسم، هسه هذا الكربون يرتبط بكم اواصره؟ يرتبط ب4 اواصر، 1 2 3 4، يرتبط ب4 اواصر. ليش يرتبط ب4 اواصر استاذ مو 3 اواصر؟ اقول لك حبيبي لانه الغلاف الاخير ماله يحتوي على 4 الكترونات، وهو على مود يشبع لازم يصير 8. شلون يصير 8؟ فيروح يشارك ويا 4، يروح يشارك ويا 4 على مود يصير 8 ويشبع ويستقر. ملخص المفيد من هذا الحكي كل اللي شرحناه، الملخص المفيد انه الكربون أواصر تساهمية ويشارك بأربع أواصر، تكافؤ رباعي أي أنه يساهم بأربع أواصر. شنو يعني؟ يعني هسا أنت لو عندك CH4، شنو عندك هنا؟ CH4، هذا CH4 تعال خلينا نفتهم، هذا السي صاحبنا، هذا السي، هذا السي نزلناه، كم أواصر لو نريد نرسم الصيغة البنائية مالته؟ كم أواصر الكربون؟
أربع عواصر، تكافؤ رباعي أربع عواصر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويا من مرتبط ويا الهيدروجين، واحد اثنين ثلاثة أربعة. تعال هسا هاي لو تقراها، لو تقراها هاي سي شنو؟ هاي كربون، والهيدروجين اتش. زين ويا كم اتش مرتبط هسا هو؟ سي اتش 4، اي انه مرتبط ويا اربع ذرات هيدروجين. كم وحده مرتبط بيها؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. شنو نوع الاواصر اللي مرتبط بيها؟ هي اواصر تساهميه. زين استاذ سؤال، هي الاواصر انواع؟ يعني اكو غير هاي الاواصر التساهميه اكو غير انواع؟ اي حبيبي اكو غير انواع من الاواصر، تدرسها السنه الجايه بالصف الخامس عمي بالفصل الثاني. عندك اواصر ايونيه، عندك اواصر تساهميه، عندك اواصر تناسقيه، كل هالامور تدرسها بالسنه الجايه بالفصل الثاني بالخامس عمي ان شاء الله، سواء كنت احيائي او تطبيقي. المهم هسه افتهمنا انه تكافؤ الكربون رباعي ويرتبط باربع اواصر. هاي الملاحظة طبعا، تكافؤ الكربون رباعي ليش؟ لأنه يحتوي على أربع إلكترونات بالغلاف الأخير، لذلك يرتبط بأربع عواصر تساهمية. الترتيب الإلكتروني لذرة الكربون، هو هذا الترتيب الإلكتروني درسناه بالتفصيل الممل. هسه عندي سؤال يقول تميل ذرة الكربون إلى تكوين أربع عواصر تساهمية عند اتحادها بالعناصر لإشباع غلافها الخارجي. يقول لك سؤال، ذرة الكربون ليش تكون أربع عواصر؟ ليش تكون أربع عواصر؟ هو هذا السبب، لأنه الغلاف الثاني أي أنه الغلاف الخارجي يحتوي على أربعة إلكترونات، أي أنه نصف مشبع، يعني ما مشبع، ولذلك شو تسوي؟ تساهم بأربعة، تساهم بيهم أربعتهم على مود تصير ثمانية، على مود تصير ثمانية، وبالتالي تصل إلى حالة الاستقرار. تعال، يحتوي على أربعة إلكترونات، أي نصف مشبع، وبالتالي لا تستطيع فقدان أو اكتساب الإلكترونات. قلت لك لأنه أربعة هواي، لو واحد اثنين تقدر تفقدهم، لو هو سبعة أو ستة ممكن يكتسب، بس لأنه هو صاير بالنص، لأنه صاير بالنص قد ولا تقدر تكتسب الإلكترونات لإشباع غلافها الخارجي، لذلك تساهم يعني تشارك بإلكتروناتها الأربعة لإشباع غلافها الخارجي وتكوين أربع عواصر تساهمية. ليش تكون أربع عواصر تساهمية؟ على منتصل إلى حالة الاستقرار، هذا فصلناه بالتفصيل. هسه هذا بداية على الكربون، افتهمناه وافتهمنا كل شيء خاصه. هسه عندي موضوع وهو أشكال السلاسل الكربونية. السلاسل الكربونية شلون هي أشكال السلاسل الكربونية؟ ركزوا وياي، هذا المعنى هو يخص ذرات الكربون. يخص منه؟ يخص ذرات الكربون. لما عندك أنت مركب، عندك مركب عضوي، مثلا المركب العضوي اللي عندك C3H8، هذا مركب عضوي، طبعا هذا اسمه البروبان. هذا المركب العضوي الموجود عندنا كم ذرة كربون؟ الرقم اللي يجمع على جهة اليمين هو يمثل عدد الذرات، كم ذرة؟ ثلاث ذرات. ذول الذرات لازم اكو شكل للاتصال بيناتهم، الاتصال يكون بشكل سلسلة. مثلا هسه هاي سي ثلاثة، هاي سي الاولى، هاي الثانية، هاي الثالثة. الارتباط بين ذرات الكربون بأواصر تساهمية، هاي أواصر تساهمية. فشوف ايش كونت لي من شكل؟ كونت لي شكل سلسلة لو لا؟ مو سلسلة مستمرة؟ مثل السلسلة المستمرة. فالسلاسل عندي أنواع، يعني تختص منه بذرات الكربون، أشكال السلاسل الكربونية، بعض أشكال المركبات العضوية أو أشكال السلاسل الكربونية، كلها نفس المعنى. الموضوع الرئيسي هو أشكال السلاسل الكربونية، أي أنه الأشكال مال اتصال ذرات الكربون بالمركبات العضوية. نجي عندي خمس أنواع. أول شيء سلاسل كربونية مستمرة غير متفرعة، سلاسل كربونية مستمرة غير متفرعة، أو أنا شو أفضل؟ ما هي أشكال، ضيف إضافة، ما هي أشكال السلاسل الكربونية في المركبات العضوية؟ ضيف إضافة للسؤال، ما هي أشكال السلاسل الكربونية في المركبات العضوية؟ أريد نعرف أنواع السلاسل الكربونية. النوع الأول هو سلاسل كربونية مستمرة غير متفرعة، سلسلة كربونية مستمرة. مثلا انتبه شنو معنى ما دام سلسلة؟ أي إنه امتداد، مستمرة تبقى مستمرة. بقى لو أخذ مثلا عندي أربع ذرات كربون، واحد اثنين ثلاثة أربعة، شنو اللي يربط هذول بيناتهم؟ أواصر تساهمية. هاي أواصر تساهمية، انتهى الموضوع. سلاسل كربونية، هاي سلسلة كربونية مستمرة، هاي مستمرة عدلة، غير متفرعة. غير متفرعة يعني ما بيها فرع هيج جاي، ما بيها فرع جاي هيج،
او ما بيها فرع صاعد هيك، ما بيها هاي الافرع، فقط تكون مستمره بهذا الشكل اللي قدامك، هاي السلسله المستمره. سلاسل كربونيه متفرعه، شنو يعني متفرعه؟ نفس المستمره بس راح يصير بيها فرع. هم خلينا اقول له عندي هساني اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، هسه هاي سلسله كربونيه مستمره متفرعه يعني بيها فرع. هنا شنو اكو؟ فرع، هو هذا السي، او هنا اكو فرع. شنو؟ طبعا ممكن فرع واحد او فرعين، ممكن فرع واحد او فرعين. اذا سلسله كربونيه مستمره عرفتها اللي هي عدله ما بيها فرع، المتفرعه هاي اللي بيها فرع، هاي اللي بيها فرع. النوع الثالث سلاسل كربونيه مغلقه حلقيه، اي انه السلسله الكربونيه راح تسوي لك حلقه. لو عندك اربعه، هذولي اربعه يسووا لك مربع، بعرف شلون؟ سلسله مغلقه، بعرف شكل مالتها مغلق مسدود. لو عندك ثلاثه يسووا لك مثلث، هذول مثلث سووا لك. لو عندك خمسه يسووا لك شكل خماسي بهذا الشكل. هسه هاي لو عندك خمسه تجي توصل بيناتهم اواصر تساهميه. اذا با عندك نوع من السلاسل هسه مستمر عدل، المتفرع بفرع، المغلق حلقي، يعني يسوي لك حلقه مغلقه. النوع هذا شنو؟ سلاسل كربونيه تحتوي على اواصر مزدوجه. شنو يعني تحتوي على اواصر مزدوجه؟ سلاسل كربونيه، بالله خليني اقول يابا انا عندي هاي سلسله كربونيه، هاي واحد اثنين ثلاثه اربعه، هاي سلسله كربونيه. هسه كم اصره عندك هنا؟ مو اصره وحده، هاي الاصره نسميها اصره منفرده، سنجل بوينت، اسمها بالانجليزي سنجل بوينت، الاصره المنفرده. عندك نوع من الاواصر، يعني الذرات مال الكربون تربط بيناتهم اواصر مزدوجه او اواصر ثنائيه يسموها، اللي هي دبل بوينت. دبل بوينت اللي هي الاصره المزدوجه تكون هذا الشكل مالتها، هي عباره عن خطين. هاي الاصره شنو؟ هاي الاصره اللي تكون بشكل خطين، هاي اللي بشكل خطين هي اصره مزدوجه، بروحها هاي اللي بشكل خطين هاي هي اصره مزدوجه، هاي الاصره اللي وحدها اسمها اصره منفرده. إذن لازم نجي نسجل ملاحظات على هذا الحكي، انه يابا هاي ام الخط الواحد شنو معناها؟ معناها اصره منفرده. وام الخطين شنو ام الخطين؟ ام الخطين هي اصره مزدوجه، او بعض المدرسين يسموها اصره ثنائيه، اصره ثنائيه هاي. وعندك سلاسل كربونيه تحتوي على اواصر ثلاثيه. دقيقه استاذ، شنو هاي؟ شو صارت اواصر ثلاثيه؟ بس اصبر هسه نفتهم، شنو هي الاواصر الثلاثيه؟ اواصر ثلاثيه مثل ما عندك سنجل بوند اصره منفرده، وعندك ام الخطين اصره مزدوجه، ام الثلاث خطوط يسموها تربل بوند، اي انه الاصره الثلاثيه. شنو الاصره الثلاثيه؟ ناخذ نفس المثال مالتنا اللي هو اربع ذرات، واحد اثنين ثلاثه اربعه. هسه هاي هنا وهاي هنا، هاي بالطبيعي هاي سلسله كربونيه مستمره طبيعيه. مرات بعض المركبات العضويه هذا الاتصال بين ذرات الكربون نلقى اصره ثلاثيه، يعني هاي الاصره اللي نلقاها هنا نلقاها ثلاث خطوط، نلقاها ثلاث خطوط. فلما اقول ان هاي ثلاث خطوط شنو معناها؟ معناها اي انه هاي الذره مال الكربون وهاي الذره يرتبطون باصره ثلاثيه، اصره ثلاثيه. اذا عندك هسه انت ام الخط الواحد اصره منفرده، عندك ام الخطين اصره مزدوجه، وعندك ام الثلاث خطوط، شنو هو ام الثلاث خطوط؟ هي اصره ثلاثيه، هاي شنو؟ اصره ثلاثيه. افتهمناها. هاي اصره ثلاثيه، اذا افتهمنا اشكال السلاسل الكربونيه بالمركبات العضويه، عندك مستمره غير متفرعه، هاي مستمره عدله، وعندك سلاسل كربونيه متفرعه يكون بها افرع، وعندك سلاسل كربونيه مغلقه حلقيه يسوي لك حلقه، وعندك سلاسل كربونيه تحتوي على اصره مزدوجه دبل بوند هاي اللي هي خطين، وعندك سلاسل كربونيه تحتوي على تربل بوند اصره ثلاثيه اللي هي ثلاث خطوط. افتهمناها، ما عندنا اي مشكله. اعطيك فد ملاحظه تفيدك، هي ما موجوده عندك بالرابع، موجوده بصف سادس علمي. لو قلت لك هساني اريد اعطيك فد شيء بسيط، فكرة ما موجودة عندك بس تفيدك، يعني احتمال بعض الأساتذة يجيبوها. لو أقول لك عندك هسه أنت هاي السلسلة الكربونية، هاي سلسلة كربونية، هاي سلسلة كربونية، أعطيتك هاي السلسلة الكربونية، قلت لك شنو نوع هاي السلسلة؟ هل هي سلسلة مستمرة؟ هل هي سلسلة متفرعة؟ هل هي سلسلة حلقية؟ شنو النوع مالتها؟ أنت مباشرة
ما دام جاي تفاوح بهذا الشكل راح تقول سلسلة كربونية مستمرة غير متفرعة مباشرة، لأنه ما بيها فرع غير متفرعة. زين، لو اجيت اعطيتك وياها سي بهذا الشكل تلقائيا ايش راح تقول لي؟ راح تقول لي استاذ هاي هي سلسلة كربونية مستمرة متفرعة. صحيح. زين، اذا اعطيتك بهذا الشكل، اذا اعطيتك بهذا الشكل، اعطيتها لك بهذا الشكل هنا، ايش راح تقول لي هسه؟ لو انت تباوحها جاي، يعني اعتبر نفسي انا الطالب وشفت هاي، ايش راح تقول لي؟ تقول لي اقول لك شنو نوع السلسله؟ راح تقول استاذ هاي السلسله كربونيه مستمره متفرعه. تمام؟ زين، ليش متفرعه؟ تقول استاذ لان هذا فرع صاير لي فوق باوه. هنا تكمن الصعوبه، تنتبه علي، تنتبه علي. اذا شفت بالاطراف هذا لي فوق، هذا امتداد للسلسله، هذا مو فرع. بالطرف الموجود هذا مو فرع، الفرع فقط يصير يعني ذرات الكربون البعيدة عن الطرف. الطرف إذا يم عاصرة هذا يصير تكملة للسلسلة، يعني هاي السلسلة هي مستمرة غير متفرعة، هاي غير متفرعة. ليش؟ لأنه هذا بالطرف ما يعتبر تفرع، التفرع فقط يكون على ذرات الكربون البعيدة عن الأطراف. شلون هاي بعيد من الطرف؟ شلون هاي بعيد من الطرف؟ هذا فرع. إيه، اما الآسرة اذا تكون على ذرة الكربون الطرفية هاي تعتبر امتداد للسلسلة، ما تعتبر فرع. ليش؟ لانه هاي السلسلة بالحقيقة الحقيقة مالتها هي كانت بهذا الشكل، كانت بهذا الشكل. بس انا سويت، انا اجيت فريتها شوية، بدل ما هذا هيجي اجيت فريت الطرف فريته هيجي، او يحق لي افر بهذا الشكل، اقدر انا افر بهذا الشكل بكيفي. المهم لازم تعرف انه بالطرف إذا موجود آسرة هذا يعتبر امتداد للسلسلة وتعتبر مستمرة، أما إذا كانت الآسرة فوق ذرة بعيدة عن الطرف تعتبر متفرعة. اللي جاي افتهمنا شنو الكيمياء العضوية، شنو مميزات المركبات العضوية، افتهمنا الكربون اللي هو الأساس بالكيمياء العضوية وبالمركبات العضوية، ودرسنا ترتيبها الإلكتروني وكم آسرة يرتبطوا وليش يرتبطوا كله بالتفصيل، ويجينا عرفنا اشكال السلاسل الكربونيه. باقي لي بعض المواضيع الجميله بالصبوره الجايه اشرحها لك وتخلص المحاضره. رجعنا وياكم طلاب هسه بموضوع المركبات الوسطيه النشطه وانواع الانشطار بين ذرات الكربون في الاواصر. انتبه عليه قبل لا ابدي بهذا الموضوع، اكو موضوع مهم اريد اسولف عليه انا وياك. الموضوع هو الصيغ الكيميائية. الصيغ الكيميائية عندك نوع من الصيغ الكيميائية للمركبات العضوية، صيغة اسمها الصيغة البنائية، الصيغة التركيبية، وصيغة اسمها الصيغة الجزيئية. شنو الفرق ما بين هاي الصيغتين؟ هاي الصيغ هسه بصورة عامة مثلا عندك CH4، مثلا عندك C2H6، C3H8، C4H10. هاي الصيغة اللي تنكتب بهاي الطريقة اسمها الصيغة الجزيئية. الصيغة الجزيئية أي أنه شنو هي؟ تبين عدد الذرات في المركب. يعني هذا المركب عدد ذرات الكربون 2 وعدد ذرات الهيدروجين 6. هاي هي الصيغة. شنو هاي الصيغة؟ هاي هي الصيغة الجزيئية اللي هي هاي، وهي الصيغة التي تعبر عن العدد الحقيقي لذرات العنصر في الجزيء الواحد مثل C2H2 وCH4. فهاي الصيغة هي الصيغة الجزيئية. الصيغة التركيبية لا، تكون بشكل هيكل مبني بناء. شلون؟ مثلا عندك هاي الصيغة، بهذا الشكل مثلا. هسه هاي الصيغة بغض النظر عن انه شنو معناها، او عندك هاي الصيغة مثلا تجي بهذا الشكل. هاي الصيغة، هاي الصيغة اللي مبنية بناء، كأنما هاي الصيغة اللي مبنية بناء هاي نسميها صيغة تركيبية. شنو اسمها؟ صيغة تركيبية أو صيغة بنائية، أي أنه تبين لك كيفية الارتباط. شلون مرتبط الهيدروجين بالكربون؟ شلون مرتبط بيا عاصرة؟ شنو النوع؟ نوع الارتباط. هذيك الجزيئية كانت تبين لك العدد الحقيقي للذرات، أما هاي تبين لك كيفية شلون تم الارتباط. تمام؟ إذا الصيغة البنائية وهي الصيغة التي تبين عدد ذرات كل عنصر في الجزيء الواحد وترتيبها في الفراغ، ترتيب مالتها في الفراغ، أي كيفية ارتباط الذرات، تبين لك شلون مرتبطة، شلون مرتبطات ذول الأربعة بذرة واحدة، هذول أربعة مرتبطين بذرة واحدة، شلون مرتبطين هنا ستة باثنين بهذا الشكل الارتباط مالتهم. ها هو الفرق ما بين البنائية وما بين الجزئية. شلون أنا أقدر أكتب الصيغة البنائية وشلون أقدر أكتب الصيغة الجزئية؟ خلينا نتابع. شلون راح نجي نكتب إحنا نقوم نكتب هاي الصيغة البنائية؟ طبعاً
هذا السؤال من يمي ما موجود بالكتاب ولا موجود بالملزمة، لازم تسجله يمك يفيدك هسه بصف رابع علمي ويضبط الاحساس مالك للمحاضرات الجاية ويفيدك بصف سادس علمي. يقول اكتب الصيغ التركيبية، يعني يريد نكتب الصيغة البنائية لكل من المركبات العضوية الآتية. مطين مركبات عضوية بالصيغة الجزيئية، يريدني اني اكتب الصيغة التركيبية لهم. شلون اكتبها؟ نجي الاول واحد، اول واحد ايش قد عدد ذرات الكربون؟ ايش قد؟ ذرة واحدة، ما يهمها رقم يعني ذرة واحدة. هاي هي ذرة واحدة. تعال قبل شوية سولفت وياك الكربون تكافؤ رباعي، اي انه يرتبط باربع عواصر. هاي قاعدة بعقلك تحفظها مثل ما حافظ اسمك. الكربون يرتبط بكم عاصرة؟ اربع عواصر. خلي لي الاربعة ذول، واحدة هاي، اثنين هاي، ثلاثة هاي، اربعة. مرتبط ويا من؟ ويا الهيدروجين. تجي تخلي هيدروجين 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 في هالموضوع. تعال لو تريد تقرا CH4، اي انه ذره واحده من الكربون مرتبطه باواصر تساهميه مع اربع ذرات هيدروجين. سي واحده سي واحده، اربعه هيدروجين اربعه هيدروجين. اعيد منطيني صيغ جزيئيه، منطيني مركبات عضويه، اريد اكتب الصيغه التركيبيه لهم. لازم على من نكتب الصيغه التركيبيه لازم حافظ مثل ما حافظ اسمك الكربون. ايش بيه الكربون؟ تكافئ رباعي، اي انه يرتبط باربع عواصر. اجي ذرات الكربون، كم ذره عندي؟ ذره واحده، هاي ذره واحده. كم عاصره ترتبط باربعه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. ذول الاربعه تعال شبعهم هيدروجين 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 هيدروجين. في هالموضوع نجي الثاني واحد، كم ذرة كربون عندك؟ عندك اثنين، هاي واحدة وهاي اثنين. ليش؟ لأن هما ذرتين. ذرات الكربون شو ترتبط بيناتهم؟ ترتبط بأواصر تساهمية. زين احنا عندنا فد شرط نريد نكتب هسه صيغة بنائية، كل ذرة كربون تكافؤ رباعي ترتبط بكم عاصرة؟ أربعة. هسه نجي لأول وحدة نتعامل ويا من؟ نتعامل ويا أول وحدة، ثاني وحدة نغطيها. هسه أول وحدة بيها كم عاصرة؟ وحدة، يعني بعد لها شقد؟ بعد لها ثلاثة. نجي نخلي ذولي الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. نجي لهاي ذرة الكربون شو نسوي؟ نغطي هاي السي، نغطيها. مرتبطة بشقد؟ مرتبطة بوحدة، يعني شقد بعد لها؟ بعد لها ثلاثة. ليش؟ لأنه تكافؤ الكربون رباعي يرتبط بأربع عواصر. هسه مرتبطة بوحدة، شقد بعد لها؟ بعد لها ثلاثة. راح نجي نخلي لها واحد اثنين ثلاثة. أي أنه هاي الآصرة اللي بالنص، هاي الآصرة هي مشتركة ما بين هاي الذرة وما بين هاي الذرة. هسه نجي وين ما عندي فراغ اخلي هيدروجين، هاي فارغه اخلي لها 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 هيدروجين، فارغه اخلي هيدروجين، فارغه اخلي هيدروجين. زين تخلي هيدروجين هنا؟ طبعا لا. هسه هاي الاصره من الطرفين مرتبطه، منها كربون ومنها كربون، اما باقي الاواصر مرتبطه من طرف واحد، فالطرف الثاني خليت له هيدروجين. هاي الصيغه التركيبيه. بالله تعال احسب لي كم ذره كربون؟ واحد اثنين سي تو. احسب لي الهيدروجين ايش قد؟ واحد، خلينا نبدي منه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اتش ستة. إذا شغلنا شنو؟ مضبوط. شلون نكتبها؟ أعيد لك إياها حتى تضبطها، أو خليني ما أعيدها، خليني أحل لك اللي بصف هاي، ذولي راح أحل لك إياهم الباقيين وراح تفهم أنت المادة بعد أكثر. نجي للسي ثلاثة، كم ذرة كربون؟ ثلاثة. أجي واحدة اثنين ثلاثة، ذرات الكربون شلون ترتبط بيناتهم؟ اواصر تساهميه. راح اجي هاي اصره تساهميه، هاي اصره تساهميه. اجي عندي شرط كل ذره كربون ترتبط باربع عواصر. اجي هسه هاي اول وحده، اجي اول وحده، اول وحده ما علي بالباقي، مرتبطه بكم عاصره؟ عاصره وحده. ايش قد بعد لها؟ ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. اجي عوفك من النص، تعال الهاي، هاي مرتبطه بكم وحده؟ هسه هاي بالطرف الثاني ها مرتبطة بوحدة، ايش قد بعد لها؟ بعد لها ثلاثة. راح اجي واحد اثنين ثلاثة. زين تعال هاي بالنص، هاي بالنص مرتبطة بكم عاصرة؟ هاي بالنص، هاي بالنص مرتبطة باثنين، وحدة منا ووحدة منا. بما انه مرتبطة باثنين بعد لها ايش قد؟ بعد لها اثنين. ليش؟ لانه الكربون يرتبط باربع عواصر، لان تكافئ رباعي، لانه هسه هاي مرتبطة بهاي العاصرة منا وهاي العاصرة منا، فبعد لها ايش قد حتى تتشبع بالاواصر؟ بعد لها اثنين. هاي اثنين، واحد اثنين. هسه اجي وين ما عندك عاصرة هاي هتخلي لها هيدروجين 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 هيدروجين، هنا هيدروجين 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 هيدروجين، وهنا ايضا هو
هيدروجين. هسه لو تيجي تحسب لي، لو تيجي تحسب لي عدد ذرات الكربون كيت 1 2 3 هنا كيت سي 3، احسب لي الهيدروجين 1 2 3 4 5 6 7 8 ايش قد الاتش 8. شغلنا مضبوط. نجي هسه للسي 4 اتش 10، كم ذره كربون عندك؟ 4. 1 2 3 4. كم ذره هيدروجين عندك؟ عندك 10 او عفوا من ذرات الهيدروجين. هسه اجي انا ذرات كربون مرتبطات بيناتهم عواصر تساهميه، كل ذره كربون لازم ترتبط باربع عواصر، لازم اخلي لها اربع دائر، مدايرها يكون اربع. اجي الاول وحده متصله بعاصره وحده راح اجي اخلي لها 1 2 3، صار ايش قد دائر مداير هاي؟ 1 2 3 4. هسه نجي لهذا الطرف، هاي اللي بهذا الطرف هم لو ابو عليها متصله ايش قد؟ متصله بوحده، اذا ايش قد بعدها حتى تشبع؟ بعدها 3. راح اجي هاي الاولى، هاي الثانية، هاي الثالثة. تعال هسه هاي الذرة، هاي الذرة مرتبطة بكم عاصرة؟ مرتبطة هسه بعاصرة منا ومرتبطة بعاصرة منا، مرتبطة بعاصرتين، فبعد لها ايش قد؟ بعد لها اثنين حتى تتشبع. هاي واحد هاي واحد. تعال هسه هاي الذرة مرتبطة بايش قد؟ باثنين، ايش قد بعد لها؟ بعد لها اثنين، واحد اثنين. هسه تجي كل وين ما عندك عاصرتين هتخليها هيدروجين 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 لا هيدروجين 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 كل هيدروجين. هسه لو تيجي تحسب كم ذرة كربون عندك؟ 1 2 3 4 ايش قد السي؟ 4. احسب لي الهيدروجين ايش قد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايش قد الاتش؟ 10. لو تيجي هاي المركبات، لو تيجي كل ذرة كربون، تعال هاي الذرة الأولى مرتبطة بكم عاصرة؟ 1 2 3 4. تعال لهاي الطرف، هاي مرتبطة بايش قد؟ 1 2 3 4. تعال لهاي بالنص مرتبطة بايش قد؟ 1 2 3 4. فلازم تكون كل ذرة مرتبطة بأربع عواصر مثل ما علمتك، انتبه وياي. طبعا هذا الشكل ممكن ينكتب بطريقة ثانية، هاي الطريقة صحيحة، أو ممكن شلون نكتبه كالآتي. أقول هاي السي، هسا أول سي مرتبطة بكم اتش؟ 1 2 3، أقول سي اتش 3. تعال لهاي سي، هاي سي مرتبطة بكم اتش؟ 1 2، اقول سي اتش 2. تعال لهاي سي مرتبطة بايش قد؟ 1 2 3، اقول سي اتش 3. ممكن بهاي الطريقة واكو البعض يكتبوها بهذه الطريقة. تعال لهاي، هسه تعال لهاي سي، بس هاي سي مرتبطة بكم اتش؟ مرتبطة بكم اتش؟ بس الهج 1 2 3، فراح اقول سي مرتبط ب 3 اتش. تعال لهاي سي الثانية، هاي سي الثانية مرتبطة بايش قد اتش؟ 1 2، سي اتش 2. اجي لهاي سي، انزل هاي سي مرتبطه بايش قد اتش؟ 1 2 سي اتش 2. اجي هاي سي، هاي سي مرتبطه بايش قد اتش؟ 1 2 3 سي اتش 3. تنكتب ممكن بهاي الطريقه صح او بهاي الطريقه صح. وطبعا اكو بعض المدرسين لما يكتب هاي الطريقه يقول لك انا اريد شي نموذج 100%، يقول لك لازم افصل بيناتهم. هسه مو عندك هاي سي، هاي بعد شلون يكتبها؟ سي مرتبطه بايش قد اتش؟ 3. يجي ينزل هاي الاصرة بالنص، هاي الاصرة ينزلها، يجي للسي الثانية مرتبطة ب اتش 2، يجي ينزل هاي الاصرة، هذا السي مرتبطة ب اتش 2، يجي ينزل هاي الاصرة السي اتش 3. ممكن يعني ينكتبوا بهاي الطريقة صح، واكو يكتبونها بهاي الطريقة هم صح. هاي امور فقط توضيحية إليه. إذا هسه افتهمنا شلون نكتب الصيغة البنائية للمركب العضوي. زين إذا يعطيني هذا العكس، إذا ينطيني صيغة بنائية ويريد أنا أكتب الصيغة الجزيئية، هاي سهل جدا. أكتب الصيغة الجزيئية لكل من المركبات العضوية الآتية، مجرد ما هسه صيغة تركيبية، هاي تجي تحسب عدد الذرات 1 2 3 4 5 يعني سي 5. تعال احسب لي الهيدروجين ايش قد؟ من نادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، إذا اتش ايش قد الاتش؟ هو 12. انتهى الموضوع. تعال لهذا، ايش قد عدد ذرات الكربون؟ 1 2 3 سي 3. الاتش ايش قد؟ احسب منه 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا الاتش ايش قد؟ هو 8. انتهى الموضوع. يعني تعلمنا اذا يعطيني صيغه جزيئيه شلون اكتب الصيغه التركيبيه، وتعلمنا اذا يعطيني صيغه تركيبيه شلون اكتب الصيغه الجزيئيه. هسه تعلمنا الصيغ ونهيناهن، فد امر بسيط وسهل. نجي السالفة المركبات الوسطية النشطة. انتبه علي طلاب، طبعا بالمركبات العضوية لازم تعرف بد امر. هسه هاي العاصرة، هاي العاصرة خليني مثلا اجي اكبرها لك هنا،
هاي سي مرتبطة بأربعة مثلاً H مرتبطة بأربعة H مثلاً هذا هو صيغة مالت سي H4 قبل شوي كتبنا. لازم تعرف شنو هي العاصرة. إذا تتذكر الكربون قلنا بالغلاف الخارجي يحتوي على كم إلكترون؟ أربع إلكترونات. كم إلكترون؟ هذا الإلكترون الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، وهذا الرابع. يحتوي على أربعة إلكترونات بالغلاف الأخير. وقلنا إحنا يساهم بهاي الأربع إلكترونات كلها، كلها يساهم بيها، فكلها راح يشارك بيها ويا الهيدروجين. كلها ويا من يشارك؟ راح يشارك بيها ويا الهيدروجين. فالهيدروجين هم ينطي إلكترون، هم ينمشترك بإلكترون. فالكربون منطي إلكترون والهيدروجين منطي همين إلكترون، فصاير تساهم بيناتهم، أي إنه الشركة صايرة بيناتهم. الهيدروجين مشارك بإلكترون والكربون مشارك بإلكترون، أي إنه لازم تعرف إنه الآصرة هي تربط ما بين إلكترونين. الآصرة تربط بين شنو؟ تربط بين إلكترونين. هاي الآصرة، هاي الآصرة تربط ما بين إلكترونين. فعندنا المركبات الكيميائية، المركبات الكيميائية مرات تكون نشطة. شي يصير بيها؟ يصير بيها انشطار. شي يصير انشطار؟ لما يصير انشطار تعطيك مركبات. يعني هسه هاي الآصرة، هاي الآصرة، أو خليني بعدين أشرحها لك أفضل حتى ما تدوخ بيها. إذا هسه أشرح لك خاف تنخبط عليك الأمور. هسه اللي أريدك تفهمه وتعرفه أنه الكربون من يرتبط بآصرة، هاي الآصرة هي تربط ما بين الكترونين، الكترونات الكربون ذول الإلكترونات مال الكربون، وترتبط ويا العنصر الآخر همين بإلكترون هاي الآصرة. نجي استالفة المركبات الوسطية النشطة. المركبات الوسطية النشطة شنو هي؟ هي مركبات وسطية تنشأ نتيجة انشطار الآصرة بين ذرتين أو مجموعتين وتكون ذات فعالية عالية. أول شيء لازم أريدك تنتبه وتجر خط جوا كلمة انشطار. المركبات الوسطية، إيش وقت تتكون المركبات الوسطية؟ المركبات الوسطية تتكون من تنشطر أو تنكسر الآصرة. أنت يا طلاب لو عندك ذرتين كربون، عندك هاي ذرة كربون وهاي ذرة كربون، شلون مرتبطين بيناتهم؟ آصرة تساهمية. شنو معنى الآصرة التساهمية؟ الآصرة التساهمية هي مشتركة لي بين إلكترون من هاي وبين إلكترون من هاي. هاي الآصرة، هاي الآصرة اللي موجودة لما راح تنشطر، لما راح تنكسر، راح نجي شو نسوي؟ راح نجي نقسمها، نكسرها، نشطرها. لما نشطر هاي شو راح يصير؟ هسا انت هاي الـ H طبعا بالحقيقة هو هذا مركب، هذا CH3، أي إنه هذا أيضا CH3، هذا من CH3. فلما كسرنا هاي الآصرة، لما كسرنا هاي الآصرة شنو اللي صار؟ CH3 صار وحدة، وهذا CH3 أيضا صار وحدة، صار وحدة. وهذا الإلكترون ماله راح يبقى يمه، الإلكترون ماله راح يرجع له، وهذا الإلكترون ماله أيضا راح يبقى يمه. إذا هذا المركب اللي يتكون نتيجة انشطار الآصرة التساهمية نسميه مركب وسطي. المركبات النشطة الوسطية هي المركبات التي تنشأ نتيجة انشطار وانكسار الآصرة بين ذرات الكربون. هاي ذرتين كربون مرتبطات بآصرة، من شطرتها انكسرت صاروا عندك مركبين. هاي المركبات اسمهم المركبات الوسطية النشطة. طبعا هذا الانشطار، هذا الانشطار يكون بنوعين. شنو هي الأنواع؟ عندك هذا النوع الأول، هنالك نوعين من الانشطار، الانشطار المتجانس وعندك انشطار غير متجانس. شنو هو الانشطار المتجانس؟ يقول هو انشطار أو انكسار الآصرة التساهمية بين ذرتين أو مجموعتين بحيث يحتفظ كل جزء بإلكترون واحد من إلكترونات الآصرة التساهمية وتكوين دقائق غير مشحونة، ويسمى كل منها بالجذر الحر. أعطيك مثال. ضو هذا المثال اللي عندك. لو أقول لك يا بابا أنت عندك هذا المركب عضوي، راح أعطيك مركب عضوي بالشكل الآتي. عندك هذا المركب العضوي، أربع ذرات كربون، أربع ذرات كربون. هاي أربع ذرات كربون أصدقائنا مش شبعة طبعا بالهيدروجين، نجي مش شبعة بالهيدروجين. هذا بي هيدروجين، هاي هو منطيك إياها بالسؤال حتى تفهم الموضوع. هاي صيغة بنائية كاملة منطيها إليك. هذا مركب عضوي صيغة بنائية كاملة مالته. هذا المركب العضوي لو نريد نكسره، نريد نكسر الآصرة مالته. منين تنكسر؟ طبعا تنكسر الآصرة بالنص. هسه انت عندك ثلاث أواصر، واحد اثنين وهاي بالنص، خير الأمور أوسطها، فاللي تنكسر بالنص. فهاي اللي بالنص نريد نقسمها، ايش راح نسوي لها؟ راح نكسرها، راح نشطرها. لما راح نشطرها هسه هي هاي الآصرة مو كانت رابطت لك بين إلكترون من هاي السي ورابطت لك بين إلكترون من هاي السي،
رابطت لك بيناتهم. هسه اجيت كسرتها، لما كسرتها شنو اللي راح يصير لما كسرتها؟ لما كسرتها اول شيء هذول راح ينزلون كما هم، هاي السي وهاي السي، وذول السي مرتبطين بهم اتش، هاي اتش هاي اتش هاي اتش وهاي اتش، وهاي ايضا مرتبطه من ناب اتش. هذا الاول اللي هو ما قبل الانكسار بقى، بس اللي بهاي الصفحه كانما هذا كله متغطي، هذا الموجود نزل كما هو. وهذا طبعا من نزل الالكترون هذا بعد ماكو اثرت لزمه، فالالكترون ينزل عندك هنا، هذا الالكترون نزل كما هو. زائد هسه نجي ويا الثاني، ويا ثاني واحد عندك ثاني واحد زائد، زائد منه هسه هذا راح تغطي هذا اللي انشطار قسمهم اثنين صاروا اثنين، هذا واحد صار وهذا اللي منه بهاي الصفحه واحد، فهو راح نكتبه ايضا اللي هو هم عندك ذرتين كربون، هذا ذرتين كربون مشبع بالهيدروجين، مشبع بالهيدروجين، هذا هيدروجين عندك هنا، هيدروجين عندك هنا، هيدروجين عندك هنا، هيدروجين ومنه عندك هيدروجين، هذا ايضا هيدروجين. وشنو بقى عنده؟ بقى عنده الالكترون، الاثره كانت لازمتهم من انكسرت، الالكترون مال هذا الجزء بقى يمه، والالكترون مال هذا ايضا راح يبقى يمه. اذا هسه لو نريد نعرف هذا نسميه انشطار متجانس، لو نريد نعرفه هو انشطار او انكسار الاثره التساهميه بين ذرتين او مجموعتين، طبعا ذرتين كربون، بحيث يحتفظ كل جزء بالكترون واحد، هذا الجزء احتفظ بالكترون وهذا الجزء احتفظ بالكترون، هاي الالكترونات منين؟ بالكترون واحد من الكترونات الاثره التساهميه، الاثره التساهميه بها الكترونين، من انشطرت هذا الجزء صار له الكترون وهذا الجزء صار له الكترون، ويسمى كل منهما بالجذر الحر. هذا شنو نسميه؟ هذا له تسميه، هذا اللي طلع نتيجة الانشطار نسميه جذر حر، وهذا ايضا اسمه جذر حر، اي انه المركبات التي تنتج من الانشطار او انكسار الاثرة التساهمية بين ذرات الكربون يدعون بالجذور الحرة، فهذا هو جذر حر وهذا هو جذر حر. اللي جاي افتهمنا شنو هو معنى الانشطار المتجانس، افتهمناه بالتفصيل فشي سهل وبسيط. نجي للانشطار الغير متجانس، شنو هو الانشطار الغير متجانس؟ الانشطار الغير متجانس باختلاف بسيط، انشطار يعني انكسار الآثرة التساهمية، هو انكسار الآثرة التساهمية بين ذرتين، طبعا ذرتين كربون او مجموعتين، بحيث تحتفظ احدهما بزوج الالكترونات، واحدة راح تحتفظ بزوج الالكترونات وتحمل الشحنة السالبة ايون الكربانيوم، بينما تبقى الاخرى حامله الشحنه الموجبه ايون الكربانيوم. اذا اشرح لك ما تفهمه تفهمه بمثال، تعال ناخذ نفس المثال مالتنا اللي اخذناه، نسوي له انشطار غير متجانس، نشوف شنو الاختلاف اللي راح يصير عندنا. الاختلاف اللي يصير هسه انت عندك اربع ذرات كربون، واحد اثنين ثلاثه اربعه. نجي هسه طبعا بالمناسبه طلاب هاي الامثله هي كلها من الكتاب، هاي مال الانشطار من الكتاب، اما هاي اللي هنا حكيتها لا مني، هاي كانت للتقويه. هسه نجي ذول ذرات الكربون كلهم طبعا مشبعين بالهيدروجين، هذا هيدروجين هيدروجين هيدروجين، ذول كلهم متروسين هيدروجين، وين ما عندنا مكان واثره هيدروجين عندك هذا المركب العضوي. هذا المركب العضوي لو نجي نريد نسوي له انشطار، اذا شنو راح نكسر الاثره؟ يا اثره الاثره الصايره بالنص، هسه ثلاثه هاي بالنص، فهاي راح نجي نسوي لها انكسار انشطار. اجينا انشطرناها، نعرف كل زين انه الاثره هي تربط ما بين الكترون من هاي الذره، ما بين الكترون من هاي الذره وبين الكترون من هاي الذره، نعرف هذا الشيء. هسه من صار هذا الانشطار، من صار هذا الانشطار شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه هذا الجزء، هذا الجزء ما راح يبقى محتفظ بالالكترون ماله، احنا لا مو بقى محتفظ بالالكترون ماله وهذا بقى محتفظ بالالكترون ماله، احنا لا، هذا الجزء راح ينطي هذا الالكترون ماله، راح ينطيه هنا ما يبقى محتفظ به، فشي يصير؟ يصير هذا الجزء، هذا الجزء اللي منه وراء الانشطار، يعني هسه انت مو شطرتها صاروا اثنين، هذا الجزء راح يجي هذا الالكترون فيصير يحتوي على الزوج الالكتروني، يحتوي على شنو؟ على الزوج الالكتروني. خلينا نشوف بالمعادله الكيميائيه شلون يصير هذا الحكي. اجيب الجزء الاول اللي هو قبل الانشطار مال الاثره، ايش عندك؟ عندك سي وعندك سي، كله مشبع بالهيدروجين، هذا كله هيدروجين، هذا ايضا هيدروجين هيدروجين، هنا هيدروجين وهنا ايضا هيدروجين، ما عندي مشكله. قلنا هذا الالكترون راح يروح، فما ننزله، راح يروح اللي جاي. نجي للصفحه الثانيه زائد، نجي ننزل الجزء الثاني كما موجود،
عندك ذرة بذرة كلها مشبع هيدروجين، هذا هيدروجين، هذا هيدروجين، هيدروجين، هذا هيدروجين، وهذا أيضا شبيه بهيدروجين. تمام، مثل ما موجود نقلته، فقط سالفة هذا الجزء ما كتبته. هسه قلنا هذا الجزء، هذا الجزء راح يجي الي، هو عنده الكترون، ويجي الكترون راح يصيرون عنده ايش قد؟ راح يصيرون عنده الكترونين. ايش قد راح يصيرون عنده هنا؟ راح يصيرون عنده الكترونين. الكترون هو عنده وهذا الكترون، وهو هذا التعريف مالتنا، هو انكسار العاصره التساهميه بين ذرتين بحيث يحتفظ احدهما بزوج الالكتروني. هذا احتفظ بالزوج الالكتروني وتحمل الشحنه السالبه. شنو يعني تحمل الشحنه؟ طلاب احنا نعرف كل زين، وقاعده عندنا من المتوسطه، اللي يفقد نعطيه اشاره موجب، اللي يفقد نعطيه اشاره موجب، واللي يكتسب نعطيه اشاره سالب. وتعرف هذا الشيء انت كل زين دارسه بالفيزياء بصف ثالث متوسط بالفصل الاول الشحنات الكهربائيه دارسه بالتفصيل. فبما انه هذا فقد، بما انه هذا فقد لازم تخليه ببالك وتركز عليه. بما ان هذا الجزء، هذا الجزء مو فقد، فقد الكترون، هذا الالكترون راح من يمه، فنعطيه شحنه موجبه، اي انه هذا الموجب دلاله على انه هذا الجزء هو فقد الكترون، وهذا الجزء نعطيه شحنه سالبه، اي انه دلاله انه هذا الجزء هو اكتسب الكترون. يعني القارئ من يقرا يباوع، يعني اذا واحد يعرف بالكيمياء لما يقرا اذا مسوي له بهذا الشكل ما مخلي له موجب وسالب، ما راح يعرف منو الفقد ومنو اللي اكتسب. بس لما مخلي له موجب قايل له يعني يابا انه هذا من الانشطار، هذا الجزء هو فقد الكترون وهذا سالب، يعني هذا الجزء هو اللي اكتسب الالكترون. هذا معنى. بقت شغله صغيره، بقت انه هذا اللي اكتسب شنو اسمه؟ اسمه ايون الكربانيون. شنو اسمه؟ اسمه ايون الكربانيون بالنون. هذا شنو اسمه؟ اسمه ايون، لان احنا نعرف كل زين اي شيء يفقد او يكتسب يصير اسمه ايون. اي شيء يفقد او يكتسب، هذا فقد فيصير اسمه ايون، هذا اكتسب يصير اسمه ايون. هذا شنو اسمه؟ اسمه ايون الكربانيون، الكربانيون بالنون. هذا اللي فقد، اللي فقد شنو الشحنه مالته موجبه؟ اسمه ايون الكربانيون، هذا ايون الكربونيون، هذا بالنون وهذا بالميم. اللي جاي افتهمنا المركبات الوسطيه النشطه. هسه هذا مركب وسطي نشط وهذا مركب وسطي نشط. هنا عندك هذا مركب وسطي نشط وهذا مركب وسطي نشط. اللي جاي افتهمنا شنو هي المركبات الوسطيه النشطه، وافتهمنا الانشطار اللي يصير، وافتهمنا انواع الانشطار، وكل هاي الامور سيطرنا عليها، وعرفنا مقدمه على الكيمياء العضويه، وتعلمنا اشكال السلاسل الكربونيه وشنو الصيغ الكيميائي، وتعلمت شنو صيغه تركيبيه وشنو صيغه بنائيه وشنو صيغه جزيئيه، كل عرفته. طبعا الكيمياء العضويه هو فصل سهل، يعني استمر بهاي الطريقه فشي ونسى، يعني فهم تفهم تفوت بعد ما عندك مشكله بالعضويه. والعضويه اطمئن، لا عندك ضرب، لا عندك قسمه، ولا عندك جمع، ولا عندك ارقام. خاف ضل طالب بذيك الفصول الحجه مالته انا ضعيف بالرياضيات، بعد هاي الحجه راحت من يمك. تفهم ماده العضويه اسهل ما تكون. اللي جاي نختم محاضرتنا لهذا اليوم، بالمحاضره الجايه راح نشرح موضوع اسمه الهيدروكربونات. هي مركبات عضويه تمتاز انه تحتوي من اسمها، هيدرو يعني هيدروجين، كربونات كربون، اي انه راح ندرس مركبات عضويه تحتوي على الكربون والهيدروجين فقط، وندرس انواعها وكل الامور اللي تخصها بالمحاضره القادمه. اللي جاي نختم محاضرتنا لهذا اليوم، واقول لكم مع السلامه.